نقول يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا. واحد موت مراته عشان يبعتها الجنة، وموت ولاده الاثنين عشان يبعتهم الجنة. طب يبعتهم ازاي؟ اهلا بيكم، تعالوا نشوف القضية اللي حصلت. يمكن انا مرضيش اتكلم عنها لان فعلا كانت قضية اثرت الرأي العام في وقتها، قلت استنى بقى لما يصدر الحكم فيها. فالقضية دي انا اقولها واقول الحكم. ايه اللي حصل؟ اللي حصل نبدأ من الاول. جامعة القاهرة، كلية الاثار. كلية الاثار من الكليات الجميلة جدا، يمكن اللي بيدخلها بيعرف تاريخ بلده كويس قوي وبيعرف قيمة الاثار وازاي، يعني كلية جميلة بيدخلهاش يمكن الجماعة اللي ليهم ميل للتاريخ وللفن، ناس حساسين. بطلنا في القصة دي صلاح، وعلى فكرة صلاح ابن الممثل المعروف المرسي أبو العباس، واللي كان في أفلام ومسلسلات يمكن أشهرها فيلم ضد الحكومة اللي كان مع أحمد زكي. ابنه اسمه صلاح، طالب في كلية الآثار، وهبة من أسرة راقية جدا برضو، طالب في سنة تالتة كلية الآثار، اتعرفوا على بعض وحبوا بعض لدرجة ان أسرة هبة بتقول ان هو لما جه يتقدم لهبة احنا رفضناه 3 مرات عشان مش من مستوانا. يعني الولد والبنت صمموا، او البنت صممت انها تتجوز صلاح المرسي ابو العباس، كانت منبهره بيه ومنبهره بان والده فنان وممثل وشايف ان هو ده فارس احلامها وحبه، حب الجامعه، حب الشباب المراهق والبنات المراهقه. وفعلا بعد ما خلصوا كليه 3 مرات رفضوا، في الاخر الاسره استجابت لهبه وتم الزواج. اتجوزوا وربنا رزاهم. هو خد شقه عشان بصوا بالعنوان واضح، عقار رقم 10 المتفرع من شارع الملكة المتفرع من شارع 20 بولاء الدكروري. وربنا رزاهم بعد 15 سنة يعني حياة زوجية طويلة سعادة وهنا، يعني ربنا رزاهم بطفلتين، جنة الله 14 سنة وحبيبة 10 سنوات. جنة الله الأولى في الإعدادية الأولى على مدرستها، وبنت شاطرة جدا وحافظة القرآن، وحبيبة نفس التفوق ونفس الشطارة في حفظ كتاب الله. الأب في الوقت ده ابتدى ما يعتمدش على الوظيفة، ابتدى يضرب في البورصة، ربنا رزقه. تعرف البورصة دي بترفع ناس وبتنزل ناس، لكن هو ربنا كرمه وترفع كسب، ابتدى الدنيا زهزه معاه. أول حاجة عملها بعد الزواج 15 سنة قال لي هبة أنا بحب واحدة وعايز اتجوز، وهي شرطها الاساسي ان انا اطلقك. بعد قصه حب، شوف بقى برضه عيوب الرجاله لما ربنا بيديها، اول حاجه يتفكروها في الشارع يقول لك مثنى وثلاث ورباع، يعني اول ما ربنا يديله ما يتفكرش من الشارع كله، مش يقول اعوض مراتي، اهني مراتي، السنين اللي فاتت اللي كانت تعبانه اعوضها، يقول لك لا، الشارع قال مثنى وثلاث ورباع، وانا راجل مقتدر واقدر افتح بدل البيت 2 و3 و4، يبتدي يتنطط على مراته. فصلاح مرسي ابو العباس قال انا عايز اتجوز، وانا حبيبتي او اللي انا عايز ارتبط بيها مصممه ان انا ما اتجوزش غير لما طلقك، وقالت له ابوس على ايدك، احنا عشت 15 سنه جواز، جنة الله وحبيبه يروحوا فين؟ لو اطلقنا البنات دي دول بنات مش اولاد. قول لمراد عروستك او حبيبتك ان انت طلقتني بس سيبني على ذمتك، بحيث تدخل وتطلع، لانك لو طلقتني مش هسمح لك ان انت تدخل علي، لكن لما تسيبني كده انا مش عايز منك حاجه، خلي حياتك كلها مع عروستك ومراتك الجديده، بس خليني انا مع الاولاد، وتيجي انت تبص على الاولاد من وقت للتاني، يبقى دخولك وطلوعك عليا في الشقه قدام الناس شيء شرعي، بدل ما تبقى مطلقني نهريه مش هسمح لك تدخل، ونهريه الاولاد يحسوا ان هم محرومين من ابوهم. فالمرسي ابو العباس او صلاح المرسي ابو العباس قال خلاص خليني مش هطلقك، وفعلا مشي في اجراءات الجواز لحد سبحان الله ما ربنا يعني جل شانه ما يحبش الظلم. مره واحده خسر في البورصه كل الفلوس اللي كانت عنده، وابتدى الديانه يلاحقوه في كل مكان. طبعا في الوقت ده حبيبته سابته، قالت له هاخدك على ايه؟ شيء طبيعي زي معظم الستات، طول ما الراجل معاه فلوس كله يجري عليه، اول ما يخسر الفلوس ما نعرفكش، راح السايبه. فابتدى يعيش مع مراته وعرف قيمتها وعرف قيمة ولاده جنة الله وحبيب. في الوقت ده الديانة كترت عليه، ماضي شيكات، ماضي إيصالات أمانة، الديانة في كل مكان مش عارف يروح فين. على فكرة الجريمة اللي بحكيها دي حصلت يوم ماتش مصر وروسيا في كأس العالم،
حتى كان اسمها مذبحة الماتش، يعني كل شبكات التواصل الاجتماعي وكل الصحف سموها مذبحة الماتش. هو ما فيش شك ان عرف ابنة مراته هبة كويس أوي، وزاد حبه كتير ليها جدا لما وقفت معاه في شدته لما خسر كل حاجة من زي اللي كان بيحبها واللي كان هيطلع هبة بسببه، عرف في حبها أكتر وطبعا وروحه في أولاده. لكن مع كتر الديانة ابتدى يفكر، طب أنا هالسجن مين هيراعي مراتي، مين هيراعي ولادي، ولادي هيروحوا فين؟ نسي ان في رب، ربنا الشيطان عماه ما خلاش، ما عرفش ان ربنا ده ممكن يبقى يتيم، يعني في اكتر من رسول كان يتيم ودلوقتي هو خير البشر. نسي ان في رب ممكن يتولاه، يتولى اولاده ويعيشوا احسن من لو كان ابوهم موجود. فلك يعملوا ايه؟ ده انا هالسجن، لا ده انا موت نفسي قبل ما السجن. طب هم هبه اسيبها لمين؟ مراتي، ولادي اسيبهم لمين؟ خد القرار، قال لك انتحر، بس قبل ما انتحر اموت مراتي واموت عيالي. قالوا جات كده. طب هو عايز يدخلهم الجنه، يعني هو عايز يموتهم موته يدخلهم بها الجنه. طب ادخل ولادي الجنه ازاي وادخل مراتي الجنه ازاي؟ اللي بحكي لكم ده والله حصل فعلا، واحد موت مراته عشان يبعتها الجنه، وموت ولاده الاثنين عشان يبعتهم الجنه. طب يبعتهم ازاي؟ قال لك اموتهم في احسن وقت، مراتي بتصلي كل فرض بفرضه، فانا اخليها على سجادة الصلاة واموتها، واولادي الكبيرة حافظة كتاب الله والتانية لسه صغيرة 10 سنين حافظة يمكن نص كتاب الله، فموتهم وهم مع امهم بس يكونوا بعيد عنها شوية. خلى مراته بتصلي، واول ما سجدت سبحان الله واحد يقول يا سبحانك يا رب، يعني شوف انا مش عارف، انا شايف يعني هو شايف ان ده هو اللي بيعمله، ان هو قمة حبه بيموتها عشان يوم ما تقابل ربنا تقول له يا رب انا تقتلت ومت وانا سجدة لك. خلاها بتسجد وراح جاب سلك الدش وراح خناها، قعدت طبعا ما سابهاش، كان هو حريص ان ما يخليهاش تتحرك من على سجادة الصلاة، يعني يموتها وهي في المستطيل بتاع السجادة بحيث لما تموت تقابل ربنا تقول له انا مت على سجادة الصلاة يا رب، ما تحركتش لا كده ولا كده، لا مت على سجادة الصلاة. فضل ماسكها لغايه مصدر رجليه في ظهرها، انت عارف لما يكون واحده كده يجي خواقتها من على السجاده كده وحاطط السلك على راسها وركبته في ظهرها، فضل لغايه ما موت وراح حاططها على السجاده زي ما كان السجد. ادي خلص من هبه. بقى حبيبه اللي حافظه القران 14 سنه والاولى على الاعداديه، وحبيبه 10 سنوات واللي حافظه نص كتاب الله ومتفوقه زي اختها. دخل لقاهم هما الاثنين نايمين، فصح حبيبة خلاها قرت له قرآن، وخلاها وهي بتقرا قرآن راح جاب الأشرب وراح مموتها عشان يبقى آخر حاجة تقابل بها ربنا ذكرها لبعض آيات من الكتاب الحكيم اللي هي حفظها. وراح مصحي حبيبة، عمل معها زي ما عمل مع أختها جنة الله، وراح برضو مموتها بنفس الأشرب، وراح نزل اتفرج على ماتش. لا قبل ما يتفرج على الماتش، ودي الحاجة الغريبة، كل القضايا اللي الأب بيموت فيها مراته وعياله بيدخل يستحم. أنا ما أعرفش، قبل كده صورت القضية بتاع أسيوط واتكلمنا عنها، قتل ولاده ودخل يستحم وكلب ليلة. المرة دي ده بعد ما قتل مراته، بعد ما مش ما قلتش مثلا قتلهم بالسكينة وبالتالي في دم، لا ده حسب اعترافات صلاح المرسى والعباس قال لك بعد ما قتلتهم دخلت خدت حمام وغيرت هدومي ونزلت اتفرج على الماتش، ماتش مصر وروسي. شوف الجبروت. طيب السؤال اللي بطرحه بقى، انت ليه ما فكرتش موت نفسك؟ قال لك لا اصلا انا ما فكرتش موت نفسي، انا قلت هخلي بعد ما ابلغ الشرطه بعدها بيومين ثلاثه اموت نفسي عشان اقول ان انا مت حزنا على اولادي. انت بتهرج. المهم راح الماتش بعد ما استحم وغير هدومه ونزل اتفرج على الماتش، وطلع فتح باب الشقه زعق الحقوني مراتي ولادي، مين قتل مراتي مين ما قتل ولادي، وراح مبلغ الشرطه، والشرطه جات قال انا كان فيه 350 الف جنيه انا كنت سايبهم في الدولاب. يا عم دي اولا، ودي يمكن الحاجات اللي الشرطه بتستشفها على طول، باب الشقه مش مكسور، الشبابيك مش مكسوره، ما فيش اي مفتاح مصطنع مكان، فبالتالي اللي دخل الشقه واحد من ضمن اللي ما فيش حد، واحد من جوه البيت، ما دخل ازاي؟ هنقول واحد قريب او واحد غير. طب يا عم انت معاك 350 الف جنيه كانوا في الشقه. ايوه التحريات قالت ال 350 الف جنيه ده كان بيت كان ورثه وخسره كله في البورصه، ما فيش 350. التحريات جبت ان هو متضايق من طوب الارض، ازاي كان في البيت 350 الف جنيه وانت متضايق من طوب الارض؟ بتضيق الخناق عليه، قال انا حبيت اخليهم يدخلوا الجنه.
وانا كنت ناوي اموت نفسي، انا ادخل النار مش اشكال، لكن على الاقل الست دي ليها فضل عليا وما سابتنيش، واولادي احب حاجه في النفس، ادخل مرات الجنه واولادي وانا مش اشكال. ايه اللي بيحصل؟ لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ما اعرفش انا الافكار دي بتيجي ازاي. قال لك قتلتهم لمروري بازمه ماليه وبسبب تراكم الديون، قتلتهم عشان يدخلوا الجنة وكنت خايف عليهم من البهدلة بعد ما موت، وبعد كده كنت هنتحر. ايه الكلام ده؟ طيب ايه بقى، انا قلت لكم ان الحكم صدر النهاردة، يعني اجمل شيء ان الحكم صدر النهاردة. الحكم صدر النهاردة ايه؟ بالاعدام شنقة. وانا شايف ان هو اللي هو كان عايزه، هو كان عايز يموت، هو كان عايز يموت، بس انا كنت اتمنى ان هو كان موت نفسه وكان ساب عياله. يعني انت اللي عملته ده يعني طبعا ربنا هو اللي هيحاسب الزوجة هبة رحمة الله عليها والملكين الصغيرين جنة الله وحبيب. ما عرفش في أب يقدر يعمل كده. النهاردة الحكم ده فعلا أسعدني جدا، هو حب أن يقول أن أنا عندي مرض نفسي وأن أنا باخد برشام وبعد موت أبويا الفنان، وحب يعمل كل حاجة، لكن بعد الكشف عليه وأخضاعه في مستشفى الأمراض العقلية للتأكد من صحة أفعاله وأقواله وقواته العقلية، ثبت أنه بكامل قواه العقلية بكامل تم الحكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ حكم الإعدام. وده الشيء اللي ريحني وقلت لازم نتكلم عن القضية دي. مش كل مرة بتقول لي عايزين الحكم، ادي الحكم اهو، صلاح المرسى ابو العباس تم الحكم عليه بالإعدام. واعتقد ان ده يعني حكم رادع. ندرس اللي مستفاد. اول درس عشان بس طولت عليك، اول حاجة يا جماعة لا تنقنق من رحمة الله ابدا، اوعى نقنق من رحمة الله. ربنا اعطاني في 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 الرخ، لكن في بعض العسر اقول يا رب، ما هو ربنا اللي بيدي هو ربنا اللي بياخد، فما ينفعش طول ما بيدينا نقول الحمد لله ويوم ما ياخد منا نفكر في الانتحار والموت وموت كافرين. الزوجه هبه كانت من احسن الزوجات فعلا اللي بتقف جنب الزوج في وقت الشده، ولما قال لها هطلقك واتجوز واحده تانية قالت له عشان خاطري سيبني مش عايزه منك حاجه، بس خليك عشان تدخل على اولادك وتطلع عليهم بيبقى بشكل شرعي، خليني اقول للمراه اقول لحبيبتك اللي عايز تتجوزها ان انا ان انت طلقتني وخليني على ذمتك عشان الاولاد. ست عاقله، لو اي واحده تانية كانت شرشه كانت شخرمت. ما اعرفش هل هبه كانت غلطت ولا ما غلطتش، مش عارف يعني. هي لو كانت سابته وكانت طلقها من الاول خالص كان زمانها عايشه هي واولادها ولا ايه؟ بس واضح ان هو كان واخد قرار عشان اولاده يدخلهم الجنه. في اب يعمل كده؟ مش ده بوقت عن ربنا؟ مش هو ده اللي بنقول عليه لازم نقرب من ربنا، نقول يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا، لانه فعلا لو ربنا نزع الرحمه من قلوبنا هنبقى زي الراجل ده. لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.